يعني خاصة إذا حدا ما عنده شهية مش عم بيقدر يتناول الأكل وما قدر مثل ما عم نقوله من الأكل الطبيعي. هلا أول شيء إنه المدعمات الغذائية فيها تكون طبيعية جاهزة نحن نعملها بالبيت، يعني وقت نعمل الشيك أو أي شيء نحن لو صحن فواكه وقت تطحنيه وتحطي جو كل ما تشربي كل ما بيطلع لك كمية أكثر، فينا نحن نكون عم ندعم بطريقة طبيعية. أو في المدعمات اللي هن تجارية يا بيكونوا على شكل بودرة أو شكل سائل بيكونوا فيهم البروتينات الوحدات الحرارية كمان من النشويات والدهون، أو بيكون في أمور مثلا بيكون بس نشويات أو دهون. هون بفضل أنا إنه الأشخاص ما يكونوا عم ياخذون عشوائيا، يعني هون بده يكون تحت استشارة طبيب أو أخصائية تغذية، خاصة نحن وقت نروح ناخذ مدعمات غذائية غنية جدا بالبروتينات أو بهالأمور، فضلا عن تناول المالتي فيتامين مالتي مينرال بيل. إذا هن ما كان عندهم امتصاص منيح لهالمعادن والفيتامينات ممكن يستعينوا بهالشيء كمان تحت استشارة.